السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم مشاهدين في هذه الحلقة الجديدة من برنامج حوار الاثنين. قال بنيامين فرانكلين، وهو أحد الآباء المؤسسين للولايات المتحدة الأمريكية، إن أولئك الذين يتخلون طوعا عن حرياتهم الأساسية للحفاظ على أمنهم المؤقت لا يستحقون حرياتهم ولا أمنهم، وسيخسرونهما معا. وقع الحريات في الأردن هو موضوع حلقة الليلة من برنامج حوار الاثنين، أناقشه مع ضيفي الكريمين في الاستوديو. وبداية أرحب بضيفي أمين عام الحزب الوطني الدستوري الدكتور أحمد الشنق. دكتور أحمد، مساء الخير. مساء الخيرات، حياك الله. تسلم يا سيدي. إضافة لذلك أرحب بضيفي النائب الأسبق والناشط السياسي الأستاذ جعفر الحراني. أستاذ جعفر، الله يمسيك بالخير. الله يمسيك بالخير، ولكم للشعب الأردني، لكل السامعين والحاضرين. وأنتم مشاهدين أيضا، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة. ومباشرة أبدأ نقاشي وسؤالي سأوجهه مباشرة للأستاذ جعفر الحراني. أستاذ جعفر، كيف لك أن تقرأ لي واقع الحريات في الأردن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة أن واقع الحريات في الأردن يتراجع باستمرار من خلال فرض قوانين معينة، ومن خلال التعامل الذي يعني نلمسه في التعامل مع الحركيين ومع الأحزاب ومع كل أصحاب الرأي الذين يحاولون أن يعبرون عن رأيهم. لكن لابد من أن نقدم للموضوع بمقدمة. فنحن إذا عدنا إلى الواقع الأردني في الحريات من الستينيات حتى اليوم، وجدنا أن هناك مراحل سابقة كانت فيها المعلومة محجوبة عن الناس، لغياب الإعلام الحقيقي، لغياب وسائل الإعلام التي نراها في هذا الزمان، لغياب الإنترنت، إلى أكثر من موضوع. وبالتالي اختلف تفكير الناس، الجيل الجديد الذي نعيش معه اليوم اختلف تفكيره والمعلومة التي يحصل عليها عما كان سابقا. للأسف أنا أرى أن كل وسائل النظام في الأردن ما زالت تتعامل مع الشعب الأردني كما كانت تتعامل سابقا. فحينما يعني يرى الشباب الأردني المتحمس المثقف الذي استطاع أن يتصل بالعالم بأكثر من وسيلة اتصال، حينما يرى واقع في الأردن مثلا واقع الفساد لنفرض، أو واقع يعني ما يسمى بسرقة الأموال أو بيع مقدرات الأردن أو الخصخصة أو إلى غير ذلك من الأمور، فمن الشيء الطبيعي أن يتفلت هذا الشباب وأن يعني يعبر عن رأيه بطريقة مختلفة عما كان يعبر عنه الشعب الأردني قبل هذه المرحلة. المشكلة الكبرى أن يعني أجهزة النظام بكاملها لم تتعامل مع هذا الشباب بالشكل الحقيقي أو بالأسلوب الحضاري الذي كان يجب أن يطور أيضا لدى هذه الأجهزة في التعامل. وأنا أقصد هنا مثلا لو حصل إصلاح حقيقي في الأردن، لو حصل تغيير لبعض المفاهيم وللقوانين ولأسلوب مكافحة الفساد وإلى غير ذلك، لأصبح هناك النظرة الجديدة التي أخذ الشعب الأردني، أقصد الشباب، يعني يتعاملون بها وبين أجهزة النظام بكاملها من خلال مجالس نواب وحكومات وأجهزة أمنية وإلى غير ذلك من الأمور. وبالتالي هون كان تكاتفت الأيدي من أجل رفعة الأردن وتطوره. لكن احنا الآن وجدنا أن في صار اتجاهين مختلفين، يعني الشباب والحراكيين يسيرون باتجاه والنظام بأكمله يسير باتجاه، فبالتالي هم يرون أن النظام يعاكسهم. لكن ليس كل الشعب الأردني هم من الشباب والحركيين، كان تيار إسلامي أو غير إسلامي. أنا أقصد بالذين يعبرون في هذه الأيام والذين حقيقة هم يعانون. يعني إحنا نجد غالبية الاعتقالات والمساءلات والتحويل للمحاكم في الغالب هي من صغار السن الذين أصبحت ثقافتهم مختلفة قليلا عن ثقافة، ولكن عن واقع الحريات بشكل عام. يعني أنا حببت أن أقدم بهذه المقدمة حتى أرى أن يعني النظام عليه أن يطور أساليبه في التعامل في موضوع الحريات وحرية الرأي وفي التعامل مع القوانين وإلى غير ذلك من الأمور. إنما واقع الحريات واضح أن هناك تضييق مستمر، أن هناك ردات أفعال أحيانا في اتخاذ القرارات، ولن ننسى على الإطلاق المادة 23 التي كانت في قانون العقوبات، لمجرد أنه جرى كلام عن رئيس وزراء أو عن شخص اتخذت مادة خطيرة جدا، ولولا أن الملك رفضها يعني في النهاية التي كانت تجيز حبس الشخص 83 عام لمجرد أنه يذكر رئيس وزراء أو أن يدفع 60,000 دينار. طبعا إذا ما يدفع ينسجن حوالي 80 سنة. فإذا ذم الملك شخصيا وهو يعني أكبر جهة في البلد والتي يجمع عليها الناس ويحكمها جميعا، كانت عقوبته 3 سنوات. فيأتي، فأنا أقصد التعامل بردات الأفعال في ملف الحريات حقيقة ستوقف عندها خطير جدا. إذا دكتور شناق، نحن أمام تضييق مستمر، ردات أفعال في اتخاذ القرارات، أنت كيف يعني تضعني من خلال متابعتك عن حالة الحريات في الأردن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا أستاذي للإضافة بمزاملة سعادة النائب السابق المحترم جعفر الحراني. الحقيقة أنه أنا أفرق بين مفهوم الحرية والحريات. الحرية هي عكس العبودية وهي مرفوضة بالمطلق. وقضية الحريات قضية تطورت من فكرة فلسفية إلى مذهب سياسي.
يسموه الحرية الفردية والحرية الشخصية. نعم. ثم ذهبت حديثا أن أصبحت ذات نظم وقوانين وتشريعات في الدساتير والقوانين ومبادئ حقوق الإنسان العالمية. والحريات أيضا يعني من الظلم أو التعسف في الفقه القانوني والدستوري والسياسي. نعم. أن نختصرها في جزئية. الحريات العامة تتعلق بحرية التنقل، حرية السكن، حرية التعليم، حرية في الصحة، حرية الرأي أو يسموها الحرية السياسية. وهناك فرق كبير بين حرية الرأي وحرية التعبير عن الرأي. نعم. وبالتالي هذا الموضوع ذو فكر ومذهب فقهي دستوري كبير جدا. وهذا يختلف من دولة لدولة ويختلف من ظروف إلى ظروف. المهم في الأمر أن لا يكون في تعسف باستخدام الحريات سواء من الأفراد أو من السلطة. نعم. أن نلجأ أن نذهب إلى الحق. والمهم في هذا الموضوع أن يكون دائما هو القانون الذي يميز أنه هذا في تعسف من أفراد أم في تعسف من السلطة. نعم. قضية أيضا أخرى في هذا المبدأ، قضية الحريات العامة، أنه قضية الحريات العامة عندما يمارس المواطن بسموها حقوق مدنية أو حقوق إنسان، لأنه يعيش ضمن مجتمع مدني، ضمن جماعة مدنية، وبالتالي له حق بممارسة حريته بما لا يلحق الضرر بالآخرين أو ما يسمى بالمصلحة العامة أو ما يمس كيان الدولة. نعم. وبالتالي الموضوع ليس على إطلاقه بإفلات. وأستشهد هنا من تاريخنا الإسلامي العظيم بموروثنا الحضاري في عهد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو الفاروق. كان يمنع كبار الصحابة من السفر خارج المدينة لظروف خاصة بالدولة. نعم. كان يضع قيد على السفر من كبار الصحابة أن يكونوا أن يغادروا المدينة. بمعنى أيضا قضية الحريات قضية تتعلق كيف نحافظ على الآداب العامة. نعم. وكيف نحافظ على قيم الدولة سواء بالتعلق بالمجتمع أو بكيان الدولة. أنا هنا آتي على الأردن طبعا مع التحفظ مع كيفية المحافظة على هذه الآداب أو الوسائل المستخدمة. المهم أن يكون القضاء هو الفيصل. نعم. ما بين السلطة وما بين الأفراد. القضاء. المبدأ العام للحريات هو امتياز للأفراد في مواجهة السلطة، ولكن هذا يجب أن يصان في تشريعات وفي قوانين كيف لا تتجرأ السلطة بالاعتداء على ذلك. أنا بقول حتى آتي على الأردن، والأستاذ جعفر ذكر البيئة العربية بمجملها بمحيطها. نعم. أنا بعتقد أن الأردن تاريخيا وليس هنا مقارنة بالسلب وإنما بالإيجاب كان واحة خضراء في صحراء مقفرة. يعني لم نشهد في تاريخنا الأردني حرية الرأي تعلق على أعواد المشانق، لم نشهد حرية الرأي والتعبير والفكر أن تدخل الكلاب الضالة على معتقلين سياسيين بسجونهم. نعم. والأستاذ جعفر يدرك ولا أريد أن أسمي ما أقول. نعم. لم تنتهي حياة فرد على رأي أو على موقف. وأعظم مبادئ الحريات العامة هو حق الإنسان في حفظ حياته. نعم. وحقه في جسده الشخصي. ومن ثم يأتي التعبير السياسي. نعم. ما يجري الآن في الأردن بصراحة متناهية. نعم. وذكر وذهب على جزئية اللي هي المعنى فيها المشهد الأردني بالمعتقلين. أنا بقول إنه الأردن شأنه شأن الأقطار العربية. نحن نمر بمرحلة تاريخية ولا أقول سياسية غير مسبوقة على مدى 500 عام. نعم. إذا نعيش من الظروف والتداخلات ما يستحق أن نتوقف مواطنين ودولة كيف نضمن الحريات بما لا يهز كيان الدولة. سأتوقف عند هذه النقطة. وبما لا يعتدي على حرية الأفراد. نعم. هذا هو المبدأ العام اللي حبيت أن أعمل في مداخلتي بالمقدمة. أستاذ جعفر، يعني لب ما قاله أو جوهر ما قال بأن الأردن واحة خضراء في صحراء مقفرة، وذلك استشهادا لما يحيط بنا في المنطقة والإقليم الذي نعيش به من قمع للحريات واعتقالات، وصلت الأمور إلى إسالة الدماء أيضا، ولكن الأردن لم يشهد هذا الشيء. الحمد لله. أولا لا يفهم أحد على الإطلاق، وخاصة أني أنا من المعارض، أننا نريد تفلت. نحن حينما نتكلم عن حرية نتكلم عن تطبيق قانون. نعم. وأنا سأتي عن ذكر هذا القانون، ويطبق القانون على الجميع، وأي إنسان يتفلت زيادة عن حده ويريد مضرة العامة ويريد مضرة هذا المجتمع وفي تفلته وكلامه ما يضر العمومية نحن لا نعتبر هذا حرية حقيقة يعني. نعم. النقطة الثانية أن القانون هو الفيصل، وأنا يعني أشارك أخي الدكتور بهذا الكلام حقيقة، ولكن مع الاعتراض على نقطة بأن القوانين في الأردن خاصة الناظم للحريات مثل قانون الإرهاب مثلا
أخذت الآن تسلق سلقا وتدخل إلى مجالس النواب بطريقة معينة وتعرض يعني، فبالتالي كأنها أصبحت تفصل تفصيلا لمواقف معينة قد تكون بما أنهى به الدكتور يعني هذا الموضوع، لأننا نمر بظروف صعبة وبالتالي يجب أن نصيغ قوانين بظروف صعبة. نعم. هذه نقطة مهمة. النقطة الأخيرة أننا حينما نتكلم يعني عن واحد خطر أنك تبرر أنت هذه القوانين لا بسبب الظروف لا لا الصعبة؟ لا أبدا، أنا أقول أنها تصاغ بطريقة استعجالية يعني كأنها تصاغ من قبل النظام وأجهزته لتطبيقها قصرا على هذه المراحل، وبالتالي لأننا نمر بظروف صعبة أرادوا أن يصيغوا هذه القوانين بهذه الطريقة. فأنا أقول لا، يعني الحرية لا يتحكم بها ظرف مهما كانت، أقصد الحرية غير متفلتة طبعا، وأنا يعني أؤكد على هذا مرة أخرى. فبالتالي صياغة هذه القوانين بهذه الطريقة جعلتنا حتى نقف أمام موضوع القانون هو الفيصل. نحن ما زلنا نؤكد بأن كلنا أمام القانون سواسية وأننا يجب يعني أن نطبق القانون لغير ذلك، لكن صياغة القوانين أظهر عليها اعتراض صار. نعم. هنا والنقطة الثالثة والأخيرة وهي أننا واحة خضراء وحقيقة لم يسفك دماء، وأن حتى بعض ظروف الاعتقال يعني في دائرة المخابرات وغيرها قد تكون ظروف صحية إلى حد ما وإلى غير ذلك من الأمور. نعم هذا كلام فيه يعني جزء كبير من الصحة، لكن أيضا علينا أن نقارن نفسنا بالأفضل. فنحن حينما نتكلم عن واقع الحريات نتذكر حينما اعتصم المعلمون مثلا وتم الاعتداء عليهم من الدرك، ونقول بأن هذا حقيقة حينما نقارن نفسنا مع الأفضل نجد نفسنا متأخرين، لكن حينما نقارن نفسنا مع بعض الأنظمة العربية القمعية إلى غير ذلك نجد نفسنا في واحة خضراء. الحالة المثلى بأن نقارن أنفسنا مع من؟ مع الأفضل دائما، خاصة في هذه القضايا قضايا حرية الأشخاص في المنطقة، أو على الأقل نطبق الدستور تبعنا. الدستور تبعنا الذي أكد على الحرية وعلى حرية التجمع وعلى حرية يعني كل المطالبة بالحقوق، والدستور هو الذي أعطى القانون الذي أعطى نقابة معلمين التي أصبحت فيما بعد تمثل المعلمين، والتي أصبحت الآن يعترض عليها وزير التربية ومن غير ذلك من الأمور. نعم. وتحجب عنها بعض الأشياء. فهذه النقاط كلها التي نتكلم عنها هي بحاجة إلى إعادة صياغة، وهذا ما بدأت به أنا حينما تكلمت عن الشباب الذين يعني فهموا واقع معين وأخذوا يعترضون بطريقة أكثر تمردا من الجيل السابق الكبير السن أو إلى غير ذلك من الأمور، أنه كان يجب هنا أن يتم حينما تصاغ القانون أن يحسب حساب هذه النقاط، بأننا الآن أصبحنا في مجتمع متفتح أكثر، عنده معلومات أكثر، يطلع على كثير من الأشياء لم يكن يطلع عليها ما قبلنا. فبالتالي ليس سهلا علي أن أأتي بقانون الإرهاب في هذا الظرف. نعم. والذي معتقل عليه الآن مجموعة من الناس، وقانون الإرهاب حتى يحاسب على النية ترى. يعني مجرد من الذي يصل يعني إحنا حينما اعتقلنا في قضية عزاء الزرقاوي كانت أحد التهم اللي وجهت إلينا ونعترضت عليها، كان القصد والنية لدى المتهمين اللي هي زعزعة الوحدة الوطنية. فأنا سألت القاضي قلت أرجو من يعني عطوفتك أن تسأل المدعي العام كيف عرف أن نيتي وقصدي كانت زعزعة الوحدة الوطنية. نعم. بس أنا بدي جواب على هذا يعني، ولا بوجب طبعا. فإذا كان الموضوع بدك تحاسبني على نيتي، أنا قد أحيانا أنرفز مثلا وأسب حكومة، أسب كذا إلى آخره، لكن هل يعني أني في لحظة عصبية طلعت مني هذه المسبة أني أنا بكره البلد أو أني؟ وأنا طبعا لا أبرر أن واحد يسب وواحد يغلط، أنا لا أقصد بهذا، لكن أقصد بعض الناس يمكن تفلت منه. فهل هذا يعني أن وهذه أعلى درجات الأشياء التي قد تعتمد عليها في النية، أنه نيته فعلا وهو بعد خمس دقائق راح الرجل، والواحد أحيانا مش تصل فيه المعصية مع الله سبحانه وتعالى لدرجة عالية جدا ثم يقول أستغفر الله وبسكر الملف. يعني هذه النقطة المقصودة أخواننا، لأننا يجب أن نعود إلى صياغة واقع حقيقي في الأردن. وأنا حينما أتكلم عن هذه الأشياء إنما أتكلم عن بعض الأشياء التي تكلم عنها المركز الوطني لحقوق الإنسان، وهو مركز أردني صميم يعني موافق عليه من كل دوائر الدولة وإلى غيره. وهو يعترض على هذه الأشياء مثل الاعتداء على المعلمين، بعض حالات الاعتداء التي حصلت على الأيتام في مراكز الإيواء، بعض حالات الاعتداء على المظاهرات أنا مثل ما حصل يوم الجمعة الماضي. حتى يكون يعني في هناك عدالة بالوقت دكتور أحمد، يعني لماذا عندما يتم الحديث عن الحريات في الأردن دائما يعني يتم تخويفنا بالوضع الإقليمي وما يدور حولنا في المنطقة؟ لماذا لا يتم المقارنة مع عن حقوق الإنسان وحرياته مثلا في الدول الأوروبية التي ينعم فيها هناك وتحميها أنظمة وقوانين الدولة؟ والله يا أستاذي يعني سؤال وجيه بحقيقة وأحترمه، لكن أنا في الأردن أيضا أعيش ديكتاتورية الجغرافيا. لم يعد الأردن أمامه عدو حقيقي وهو العدو للأمة كلها. نعم. من الجهة الغربية أصبحت حدود المملكة كلها عبارة عن جبهة قتال. نعم. وياريت أنه كانت جبهة قتال مع جيوش، لأن الجيوش لها تقاليد وأعراف تعرف متى كيف بدها تهجم وكيف بدك تدافع. أصبحت هناك تنظيمات وأفراد بمنظمات إرهابية لا نعرف كيف تولد ولا نعرف من هو الرحم أو من أي رحم جاءت. الآن تجاوزنا مفهوم سقوط الدولة، سقطت الدولة العربية، علينا أن نعترف. الآن الخطير في الأمر، وأنا بعتقد وهذا قد نأخذ فيه في الفكر الإسلامي أو الفقه الإسلامي وهو فقه الواقع،
احيانا تاخذ الامر يجاز التشدد، ولا اعني امتهان كرامه الانسان. التشدد بماذا؟ اوضحها استاذ. لا يعني ذلك الاعتداء على كرامه الانسان او على حياته، انما التشدد في قضيه في غايه الاهميه، انه غادرنا كامه عربيه باقطارنا العربيه اللي كانت اقطار ودول قويه الى مفهوم تفتيت المجتمعات. نعم. يعني غادرنا مربع سقوط الدوله والجيش للدوله، واصبحنا الان في احتراب، في دماء مسفوكه على مذهب وعلى عرق وعلى طائفه وعلى فئه وعلى كل ما يمكن ان يسمى لمكون الدوله الوطنيه القطريه اللي كنا نحلم ان نغادر مربعها، الدوله القطريه الى دوله الامه. وما علاقه ذلك في حالتنا الان؟ هناك في مخاطر على تفتيت بنيه المجتمع. تتعامل معي الحكومه وكان انا لا اقول الان، انا لست لا اتحدث عن سياسات حكوميه، انما انا اتحدث عن دوله كيف تكون حريصه على بقاء لحمه المجتمع والقائم حتى تبقى الدوله قائمه، لانه بقاء المجتمع هو اساس بقاء الدوله. نعم، بقاء الدوله اقصد بذلك ان تتعامل على سبيل المثال، على سبيل المثال دعني اكمل هذه الفكره فقط، ان تتعامل معي بانني كاحد ممتلكاتها. شوف، أنا أقول أنه في تجاوزات اللي أشاره الأستاذ جعفر، لكن لا يمكن أن أضع الدولة الأردنية كلها في دائرة الاتهام. في فرق، في اعتقال لخمس أفراد. نعم. بس هذا لا يعني أن الشعب الأردني كله معتقل، وأوجه الاتهام والكيل للدولة بما يهز، بما يوتر الرأي العام الأردني. لكن من يعبر عن رأيه هو الذي يعتقل. يا سيدي، أيضا حرية التعبير عن الرأي له تفسيراته. نعم. كيف أعبر عن رأيه؟ أنا ما شفت أنه واحد لأنه عبر عن رأي بصراحة متناهية أخذ إلى السجن. نعم، يوجد لدينا حالات. زكي بن رشيد ألا تعتبره حالة عبر عن رأيه بمنتهى الصراحة وعلى صفحته الخاصة أيضا وأخذ إلى السجن؟ تابعته وقرأته، أبو أنس صديقنا وأخونا وعزيزنا، أنا ما بدي أخذ حالي وأقيس عليها. نعم، لماذا؟ أنا بحكي عن وطن، دولة. احنا قلنا حريات تتعلق بالمجتمع الاردني 7 مليون. هو اليس من احد ابناء احد هذا افراده الوطن؟ وله واجب علينا ان ندافع عنه. لكن استاذ لا كمل الفكره عن الاستاذ زكي. نعم، بسرعة حتى لا افهم خطا. نعم، السلطه الاداريه او السلطه التنفيذيه، نعم، كانت لها سلطه تقديريه، نعم، انه ما صرح به او ما نقله عن غيره، بس الاستاذ زكي بن رشيد وهو شخصيه وطنيه بحترمها، انه يلحق ضرر بالاخرين أو يمس بالمصلحة الوطنية العليا أو المصلحة العامة للدولة الأردنية. نعم. كأن يكون لنا مثلا جالية أردنية ب200 ألف وهذا يعتبر ضرر، لست هنا مبرر قانوني. أنا بقول في قانون. المهم الأستاذ زكي بن رشيد هل رمي في السجن والمعتقل وما حد عرف وين راح وين بده ينتهي، أم هو أمام سلطة قضائية؟ ولكن من أرسل معاذ الكساس بألم يعرض ملايين الأردنيين إلى الخطر؟ لا 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 لا, لا هنا خلط. لا أستاذي، لا 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 خلط. لا اسمح دعنا لي. نسمع لا لا اسمح دعنا نسمع لا 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 دعنا نسمع أن لا نخلط المسارات. تسمح لي بس، هاي مشكلتنا في الحوارات. نعم، علينا لا نخلط شيء. لا لا لا، علينا فرز المسارات. وأنا بتحدث كل ما يوضع من أوراق هو أمامي على الطاولة. إذا بدنا نحكي بالأخ، نعم، فك الله أسره معاذ الكساس، بنفتح له ملف لوحده. نعم. وأنا بتحدث عن باب الحرية وقضية زكي بن رشيد، أن لا أربطها الأمثلة تضرب بالطيار البطل. نعم. الأردني الأمثلة تضرب. لا 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 لا، استرجع فعلا. هنا بتحكي عن حرية بن رشيد. لا تصمت تحدث. لا لا لا، هم سيدي شوف، أول شيء التخويف من الوضع الإقليمي، هذا يعني احنا كنا دائما نتكلم عنه من سنوات طويله، من اكثر من 6-7 سنوات كنا نتكلم. نعم. عن اننا امام وضع اقليمي متفجر، وباننا حقيقه على حدود شرقيه وغربيه، وقد تكون شماليه في يوم من الايام. نعم. وهذا ما حصل لنا، اصبحت وقد تكون. نعم. جنوبيه ترى. نعم. احنا في خطوره. نعم. ترى من الجنوب قد يكون. صحيح. نعم. وكنا نطالب دائما بضرور شد الايدي وتكاتف الجهود، وانه لا بد ان يكون هناك تكاتف لكل افراد الشعب الاردني. وكانت الحركه الاسلاميه تنادي دائما بانه لا يستطيع احد في الاردن ان يحل مشاكل الاردن لوحده. نعم. فلا بد من حكومه انقاذ وطني يشارك فيها الجميع، الملك والحكومة والمخابرات والشعب والأحزاب والعشائر، لابد. فيعني هذا كله كنا ننادي فيه، لكننا كنا نجد في المقابل أن هناك يعني عكس هذا الكلام. فبالتالي في استفراد في اتخاذ القرار. نعم. في استفراد في إقرار القوانين، في استفراد في اختيار أعضاء مجلس النواب، في استفراد في كثير من الأمور التي كانت تؤدي لهذا الموضوع. هذه نقطة. الموضوع الثاني موضوع الأخ زكي حقيقة، وموضوع اعتقاله وهل هو يعني رأي أو غير رأي، هو واضح أنه كتب في صفحته على الفيسبوك. صحيح. وهذا وجهة نظر ورأي نحترمها، وقد أحيانا نتعارض معها، يعني كان زكي ولا غيره، يمكن واحد ثاني يكتب. نعم. نعم. شيء معاكس تماما، وإحنا. نعم. لا نحترمه، لكن لا نملك إلا أن نقول له والله وجهة نظرك وأنت حر فيها. أنا على صفحتي على الفيسبوك في عندي يساري وعندي شيوعي وعندي كذا، ويكتبوا أشياء مختلفة
احيانا لا اكون راضي عنها، يعني اتركه يكتب ما يريد، كل واحد حر. وبيجوا عندي على المكتب وبنجلس وبنتناقش وبنمزح وبنضحك وشبشاب ونروح. هذه النقطه. النقطه الاخيره، النقطة الخطيرة في الموضوع، من يملك تقدير المصلحة الوطنية الأردنية؟ هل هو حقيقي رئيس الوزراء الذي يملك؟ هل هو الوزير؟ هل هو القاضي؟ هل من الذي يملك؟ أم هل هو الأردن بأكمله وبكامل يعني حقيقة مكوناته الذين يجب أن يجتمعوا في لحظة الخطر الشديد الذي يمر بالأردن الآن ويقدروا هل مصلحتنا إحنا مع الإمارات، مصلحتنا مع السعودية، مصلحتنا بأن نشد اللحمة الداخلية، بتكوين اقتصاد أقوى، إلى غير ذلك من الأمور. هذه نقطة خطيرة جدا أيضا ننادي فيها منذ زمن طويل ولا نجد من يجيب. النقطة الأخيرة، السلطة القضائية التي تكلم عنها الأستاذ الدكتور، يعني التي يتعرض إليها الآن زكي بن رشيد والأخ محمد سعيد أبو جعفر ومجموعة من الإخوة، محمد عرندس السمادي ورامي الزواهري، يعني كبير، وحوالي 96 شخص من الحراك السابقين اللي الآن ما زالوا يعني يعرضوا على المحاكم في أكثر من 100 تهمة. يعني هؤلاء كلهم يتعرضون لسلطة قضائية. ما هي هذه السلطة القضائية؟ هي سلطة محكمة أمن الدولة التي نرفضها دائما ونقول بأنها محكمة عسكرية لا يجوز أن يحاكم أحد أمامها بأي حال من الأحوال، والذي يشكله هو رئيس الوزراء، وبالتالي فهي سلطة إلى حد ما يعني حينما تنظر إليها تجدها سلطة مسيسة موجهة باتجاه معين يجب ألا يعرض عليها مدني. من الذي يوجه هذه السلطة؟ رئيس الوزراء. لماذا؟ لأنه هو اللي شكلها، وهو الذي يريد أن يعرض عليها السياسيين في حالة معينة حتى يحصلوا على يعني موضوع تخويف، موضوع توجيه رأي، إلى غير ذلك من الأمور. وأنا سأضرب لك مثال مخالف. ولكن أنا كنت صاحب قرار يرغب بمحافظة على هذا صاحب قرار، كما قلنا هذا صاحب القرار لم يتخذ بطريقة انتخاب، لم يتخذ بطريقة، لذلك الحقيقة هي جهة معينة يعني تقود الشعب الأردني، وبالتالي رأيها دائما ما بيكون صواب كما يريد الشعب الأردني. لذلك هنا نحن نتكلم عن المشاركة والشفافية والإصلاح وإلى غير ذلك من الأمور. النقطة الأخيرة فيها. أنا كنت في حلقة في تلفزيون جوسات وتكلمنا بكلام خطير أو إلى غير ذلك من الأمور، عرضنا على محكمة مدنية وما زلنا نراجع، رحنا على المدعي العام وجهنا التهم والمحكمة موجودة وما زلنا نراجع المحكمة. لماذا يعرض آخرون بتهم قريبة من هذه على محكمة أمن الدولة؟ تبقى حالة استثنائية وفردية. نحن لا نريد هذه المحكمة الاستثنائية أصلا. لماذا؟ لأنها أولا غير دستورية، ثانيا مخالفة لكل المواثيق الدولية، ثالثا أولا وأخيرا هي محكمة عسكرية. من فمك أدينك أنت تقول في نحن في ظروف استثنائية. أنا لما تكلمنا عن ظروف استثنائية ضمن أيضا قوانين استثنائية ومحكمة استثنائية. أنا ضد هذا الكلام، أنا ضد أن تكون قوانين استثنائية. أنا مع في الظروف الاستثنائية أن نشد اليد باليد، وأن نحافظ على اللحمة الوطنية، وأن لا تكون هناك ردود أفعال وافتعال مشاكل كمشكلة اعتقال زكي بن رشيد. وهو يعني نائب مراقب العام للجماعة، والحكومة لها علاقات معينة مع الجماعة وهي تعرف وإلى آخره، فما كان في هذا الظرف داعي لافتعال هذه المشكلة مهما كان السبب، وكان حل وكان هناك إمكانية أن تحل. لو سمحت بس أكمل الجملة. ضرر بمصالح كثير من الأردنيين. خليني أكمل هالجملة. يعني يعملونها في داخل. كان بإمكانها أن تحل بأكثر من قناة دبلوماسية. وأخيراً أنا قلت لك، هل الحكومة هي التي تقدر المصلحة الوطنية والشعب لا يقدر، وجماعة الإخوان المسلمين لا تقدر، وزكي بن رشيد لا يقدر، والدكتور أحمد لا يقدر؟ الذي يقدر المصلحة الوطنية لحد الآن مش معروف، ولا نقبل نحن أن تكون الحكومة هي التي تقدر فقط. دكتور شقناق، لا أحد يستطيع أن يقدر المصلحة الوطنية، حتى أن الحكومة غير قادرة على تقديرها. أنا ما قلت لا أحد أخي. أنا بختلف الحكومة لوحدها. أنا أختلف مع الأستاذ جعفر في قضية جزئية بصراحة، بحترم كل ما تفضل فيه. لا، الحكومة هي السلطة الدستورية، هي صاحبة الولاية العامة على الشعب الأردني، وهي التي تقدر السلطة الآن. الحكومة منتخبة مش منتخبة، هي السلطة القائمة، وللعلم هي جاءت بثقة مجلس النواب، وهذا شأن أردني كما كانوا الحركة الإسلامية مشاركين في برلمانات سابقة وكانت تأتي الحكومة بالثقة، حقهم كانوا يحجبوا الثقة لكنها لم تسقط. الحكومة جاءت بشرعية دستورية، هذا القضية المهمة، أنها جاءت بشرعية دستورية. النقطة الثانية اللي بحب يعني أوضحها لأخي الحبيب الأستاذ جعفر، أنه محكمة أمن الدولة ليست محكمة استثنائية، هي بموجب الدستور، وأنا كنت عضوا في لجنة الحوار الوطني، وتناقشنا كثيرا في قضية محكمة أمن الدولة، أصبحت مناط بها بموجب الدستور 5 مواضيع فقط، لا يمثل أمامها مدنيين إلا في حالة بقضية قانون الإرهاب والتزييف العملة والخيانة العظمى، و5 قضايا محددة. رئيس الوزراء يعين فيها قضاة مدنيين، يعني حق رئيس الوزراء أن يعين فيها قضاة مدنيين إذا مثل أمامها شخص مدني. أما هي تشكل، والأمر الثاني أنه المحكمة المدنية في تشكيلتها هم قضاة ولا سلطان عليهم إلا للقانون، وفي الآن عندنا محاميين كبار في نقابة المحامين اللي ما معه مصاري،
قادرة أن تواجه القضاء في محكمة أمن الدولة وأن تأخذ حقوق المواطن الأردني. ولكن خبراء قانون يتحدثون عن محكمة أمن الدولة وعدم دستوريتها أيضا، ويتحدثون بأنها تذهب بقضايا لأسباب سياسية. لا 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 لا، هل تزييف العملة سبب سياسي؟ هل الخيانة العظمى تزييف سياسي؟ ولكن كل ما يعرض الآن من قضايا على محكمة أمن الدولة لم يكن من ضمنها تزييف عملات، لم يكن من ضمنها ما يعني أشهر القضايا تتعلق بأمور لا تستحق أن يعرض على أمن الدولة. أنا الآن أنا ملتزم بالقانون. نعم. القانون صح أو غلط، عجبني ولا ما عجبني، أنه صدر من سلطة تشريعية، صدر من سلطة دستورية، وإلا هذا انقلب على الدولة وكيانها ومؤسساتها. هذا القانون اللي إذا مش عاجبنا إحنا بنروح على الانتخابات وبنعدل هذا القانون وفق الأصول الدستورية. قانون مكافحة الإرهاب بنص من يقوم بأعمال يعطل النظام أو الدستور أو يعيق عمل مؤسسات الدولة باستخدام السلاح كما حدث. أنا الآن مش بدي أقف إنه معه ضد حتى لو هم خطأ في الشارع الأردني. أنا ما بصير إذا أنا قلت لك بسط تشهر كلاشينكوف بوجهي، هذا تمرد على الدولة. ومن حملوا الكلاشينات والأسلحة عرفنا ماذا جرى في بغداد وماذا جرى في دمشق وماذا يجري الآن في القاهرة، سواء من سلطة أو من أفراد. لا يجوز للسلطة أن تستخدم، وحتى لو كان دستوري، أن تستخدم السلاح في وجه شعبها، كما لا يجوز للمواطن أن لا يستخدم السلاح، لأن بدنا نقول بسطك من منطقة إلى منطقة. هذا إرهاب للدولة وإرهاب للدولة أيضا، والدولة مكلفة أن تصون القانون والدستور والنظام، وهذا قانون الإرهاب. أنا بقول إنه هل واحد عمل مخالفة سير مثلا وراح على محكمة أمن الدولة؟ هل واحد ارتكب أي عمل مدني جزاؤه مدني أو حقوقي وراح على محكمة أمن الدولة؟ في تفسيرات بالقانون. احنا بنقول نحن دولة قضائية، في قضاء، محكمة أمن الدولة هي دستورية لأنها جاءت بموجب الدستور. وللعلم شلنا منها 100 صلاحية أستاذ جعفر في التعديل الدستوري الأخير، وبتمنى عليكم كقوة سياسية حاكمة راشدة عاقلة ونسيجكم الوطني الكفاحي في تاريخ هذا البلد اللي دائما كنتوا إلى جانب الدولة، أن تعودوا إلى مراجعات دستورية ما تم فيه من إصلاح دستوري. وما يتعلق بمحكمة أمن الدولة، محكمة أمن الدولة أصبحت تنظر فقط 5 قضايا، فقط 5 قضايا، وهذا كان معاكس لما كان سابقا. وبالتالي قضية الأخ زكي بن رشيد، أنا شخصيا رأيي الآن بعيدا عن قانون وتشريع ودستور، أنا بقول في هذه المرحلة الصعبة التاريخية الغير مسبوقة علينا جميعا لا تتطلب ولا تحتمل إلا الحوار، وأن ننتقل من الاختلافات إلى التوافقات بعيدا عن مناكفة. كيف نحافظها؟ أنا بقول لن تبقى حركة إسلامية لا سمح الله إذا اهتزت الدولة، ولن تبقى تعددية، ولن يبقى مجتمع. وهالدولة الوحيدة الواقفة في هذا المشرق العربي، وقبل ما ندخل على الجلسة كان الأستاذ جعفر يشير أنه الآن مكتب فخامة الرئيس اليمني يحاصر. صنعاء سقطت يا أستاذ جعفر. بغداد سقطت، علينا أن نعترف، دمشق سقطت، وليبيا سقطت، والعالم العربي يتساقط مثل حجار الدمى، وهذه الدولة واقفة منافحة مكافحة عن وجودها وعن ثوابتها العربية والدينية. الآن السؤال، هل يمكن أن ننتقل بما يزيل الاحتقانات بحوار سياسي عقلاني هادئ؟ كيف نعمل انفراج ما بين الحركة الإسلامية، ما بين حكومتنا، ما بين دولتنا، وكيف نكون كلنا في خندق هذا الوطن؟ لأمرين فقط باختصار، الأردن يعيش مخاطر خارجية وليس تحديات، مخاطر وجودية، وكيف نتعاون جميعا صفا إلى صنف، وليعذر بعضنا بعضا فيما نختلف عليه بأولويات الاختلاف نرتبها بمواجهة التحديات الداخلية اللي بتفضل فيها الأستاذ جعفر. هناك تحديات داخلية بتتطلب الإسلامي والقومي والوطني والموطن الأردني كله في خندق مواجهة التحديات بمسيرة الإصلاح. كلنا يد واحدة على الإصلاح، ولكن المخاطر التي تحيط بنا علينا أن نقدر ظروف الدولة. دعني أسمع وكلمة أخيرة فقط للأستاذ جعفر، ألا يسجل لهذه الدولة وهذا النظام 4 سنين والضغوط علينا ما هب ودب وليس كل ما يعلم يقال باتجاه الحركة الإسلامية وغير الحركة الإسلامية، وصامداً حاضنا لكل أبنائه بكل توجهاتهم بكل آرائهم بكل أفكارهم، لا نقبل الرشوة على حساب مواطننا أو على اتجاه سياسي في هذا الوطن. أنا صريح وأمتلك من الشيء الكثير الذي أقوله إن أتيح في فضائية، ولكن هذه الدولة وهذا النظام وهذه القيادة وهذا الشعب لا زال ممسكا على جمر وطنيتي بكل ألوانها وأطيافها، لا نخضع لابتزاز. أستاذ جعفر، إذن ما علينا أن نعيد الخطاب بصياغة معينة نحو الارتقاء. المختصر، الحكومة الدستورية ومجلس النواب أعطى الثقة، هذا كله مردود، لأنه الأصل أن مجلس النواب هذا مجلس قد انتخب بطريقة التزوير، ونحن أثبتنا هذا بوثائق وبأوراق وبقول من حتى من أعضاء مجلس النواب وإلى غير ذلك من الأمور، ولا نريد أن نرجع له. فإذا كان مجلس النواب لم ينتخب انتخابا حقيقيا، وحتى لجنة الحوار اللي حضرت الدكتور كان فيها
أوصت بإلغاء قانون الصوت الواحد. نعم. صحيح. ومجلس النواب حينما اجتمعت اللجنة القانونية بكل زعماء العشائر والأحزاب باستثناء الحركة الإسلامية ترى لم تحضر، كلهم طالبوا بإلغاء الصوت الواحد، والملك طالب بإلغاء الصوت الواحد، ويعني معظم النواب كما قال عبد الله نصور قال دخلنا 80 نائب، ووفاء بن مصطفى قالوا دخلنا 80 نائب نريد أن نرفض هذا القانون، ففوجئنا بأغلبية توافق عليه. وسألوها ليش؟ قالت بالألم. فحتى مجلس النواب والقانون وإلى آخره كل هذا يعني مرفوض، لأنه الواقع تبعه واقع. بديش أنا أرجع للتفصيلات الآن، ونرجع للتفصيلات كثيرة. نعم. لكن موضوع الحوار أخي، أول من نادى بالحوار الحركة الإسلامية، والحركة الإسلامية جلست حوار مع الجميع. نعم. والحركة الإسلامية كانت في لجنة تنسيق الأحزاب وإلى غير ذلك من الأمور. نحن لا نعارض الحوار، لكن نعارض حوار واحد هو حوار الطرشان. بدنا حوار على أساس جدول أعمال واضح، من يحاورنا حينما نستطيع نوصل نحن وياه على إشي إنه يتنفذ. نعم. مش مجرد نضيع وقتنا ووقت غيرنا. ثم أخي، الضغوط الموجودة على الدولة من أجل، يعني إحنا نعترف أيضا أن الدولة بكل مكوناتها هي التي حافظت على الأردن خلال 4 سنوات الماضية. نعم. ألم يكن حقيقة دور للحركة الإسلامية في المحافظة على الأردن خلال السنوات الماضية؟ يعني لو الحركة الإسلامية لا سمح الله أخذت منهج العنف، لو أخذت أي منهج آخر، أنا لا تحدث ألم عن دور يكن الحركة هذا الإسلامية، لا أرغب في يعني الذهاب بعيدا عن محور هذه الحلقات، لأنه يعني ما أتحدث به هو مطلب كل مواطن أردني فيما يتعلق بالحريات وضمان صون حرية التعبير. أرجع للدكتور شرناق. دكتور شرناق، يعني أصبح دور الأجهزة الأمنية فقط استخدام القمع وأيضا العنف. بالأمس أنا شاهدت فيديو رجال أمن بيعتدوا على مواطن فقط بالضرب المبرح، فقط لأنه لا يمتلك رخصة قيادة. يوم الجمعة خرجت مسيرة مناصرة للرسول محمد صلى الله عليه وسلم بسبب ما نشرته صحيفة تشارلي أبيدو، وأيضا يعني رجل من قوات الدرك يقوم بضرب مواطن بطريقة يعني بشعة تماما بخودته، وهو لا يخرج لمطلب سياسي، هو خرج لنصرة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. حتى في مجال الدين أيضا تقمع الحريات، أنت تقول لي هو مطلب أو ظرف استثنائي. أستاذ الكريم، أيضا بالاتجاه المعاكس، الأمن والدرك كان في ثلجة هدى، هو النصير لهذا المواطن، هو واجبه وإيصاله للمستشفى، هو واجبه، وأيضا واجبه حفظ المسيرات من الخروج عن، على فكرة في أعرق الدول الديمقراطية في فرق بين مسيرة وتجمهر. نعم. لقوات الأمن في فرنسا وفي بريطانيا وفي السويد وفي هولندا حق فك لقوات الدرك، عندهم اسم قوات الدرك. نعم. لحق فك وتفريق التجمهر. أنا ما بدي أوقف عند حالة فردية. نعم، ولكن مسيرة يوم الجمعة لم تكن تجمهرا. اسمح لي. شوف، لن تكن تجمهرا، احنا جزء من هذه المسيرات. نعم. هناك فارق بين، وخلينا أكون صريح بهذه القناة المحترمة، بهذه القاعدة الطيبة مع الأستاذ جعفر، وإني ناصحا، إما أن نفكر بالدعوة ونشتغل بالدعوة، أو أن نفكر بعقلية الدولة. هي رسالة لمن؟ لكل ما يعنيه الأمر. إما أن تشتغل بالدعوة ونجلها على رأسنا، أو أن تفكر بعقلية الدولة وأن تجري في مسار هذه الدعوة. ورسالتك للمواطن الأردني وللحركة الإسلامية تحديدا. لماذا للحركة الإسلامية؟ وللحراكيين ولكل من يخرج في المسار. ولكنهم ليسوا مكونات الشعب الأردني. حتى أوضح الصورة. نعم. حتى أوضح الصورة. هناك فارق أن أمشي في مسيرة نصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلنا غضبا وليس بمسلم ولا مؤمن من لا يتمعر وجهه وهو يسائل الرسول عليه الصلاة والسلام، أو أن أخرج لنصرة قضية فلسطين أو غزة. نعم. وهذا يشاهد في المسيرات. نعم. وأنا ذاهبا لأدين هذه الحركة الصهيونية العاتية ببطشها بأبناء شعبنا العربي الفلسطيني. نعم. وقتل أطفال ونسائه. وأنا ماشي في المسيرة الغزب الأردن. لا، في فرق. في فرق كثير. كلنا يد واحدة على فلسطين، بس وأنا رايح ضد هذا العدوان الصهيوني الهمجي على هذه الأرض الفلسطينية. الغمز مش بالأردن، الغمز بتلك الدول التي لا تعرف حتى مسمى فلسطين على الخريطة العربية. نعم. الأردن دولة قوية إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين، والأردن دولة قوية بالحفاظ على هذا الدين الحنيف. وحتى من يلمز هناك القانون، القانون يحاسب. لماذا نستخدم العنف والضرب والإهانة؟ اسمح لي يا أستاذ. نعم. اسمح لي أستاذ كريم، أعود إلى الحوار الوطني. نعم. وهذه أول مرة بجذب علينا على هالفضاء الكريمة. أنا كنت عضوا فيها، وكنت محاورا جيدا مع لضرورة مشاركة الحركة الإسلامية من خلال دولة الأستاذ طاهر المصري رئيس الحوار. نعم. واجتماعات في بيته بأعضاء الحركة الإسلامية. أنتم لو شاركتم في لجنة الحوار الوطني التي استجيب لكل ما يمكن كنا نطالب به، وحتى أحيانا تجاوز السقوف اللي كنا نحكي فيها، كنا نحكي بدستور 52، رحنا على مواد كثيرة، ظلت عقبة واحدة. أنا بأكد لإخواننا في الحركة الإسلامية، في تلك الفترة
لو شاركت في لجنة الحوار الوطني لحصلنا نظام انتخابي وقانون انتخابات أغنانا كثيرا بهالمدة 4 سنوات. وفي فرق كثير يا أستاذ جعفر. أنا أقول أنه قانون الانتخاب لا يفرز قوة سياسية على مستوى الوطن بمفهوم برنامج تسقط حكومة وتنجح حكومة على ضوء برنامجها وكتلتها القوية، وبين قانون يقدم أفراد. في فرق بين تزوير وفي فرق بين قانون انتخاب. أنا قاطعت الانتخابات ولا مشارك فيه مثل مثلكم، لكن ما بقول أنه هذه السلطة مزورة وغير دستورية. أنا بقول هذا القانون لم ينجبها. وفي 97 يا أستاذي كانت فرصة سياسية. أنا الآن بستعيد بالذاكرة للشعب الأردني وللحركة، ليس للنقد، وإنما كلنا علينا مراجعة مواقفنا وخطاباتنا باتجاه ما هو قادم حتى نصل بهذا البلد إلى بر الأمان. نعم. إسلامي ووسطي. أنا بقول لا يليق بحركة إسلامية أن لا تكون في مجلس نواب وأن لا تكون في سلطة وأن لا تكون في حكومة أو القومي أو اليساري. هذا الوطن زهاوة بيت، يعني ثوبه بكل أطيافه. في 97 لم يبقى حزبا وسطيا واحدا، وكانت في إرادة سياسية متوفرة لتداول السلطة، واندمجت كل الأحزاب الوسطية في حزب، وقاطعت الحركة الإسلامية وأضاعت فرصة. في لجنة الحوار الوطني أضعنا فرصة. إلى متى يبقى الحركة الإسلامية عند أحيانا الممانعة؟ أتمنى عليها أن لا تكون موازاة مشروع الدولة. يعني هذه قضايا أيضا. أنا حبيبي أخي والله مش حاب هذا الموضوع كثير أعطيه، لكن حقيقة لا تطيل كثير، لأنه يعني موضوع الحوار الوطني وموضوع القانون الانتخاب واللجنة القانونية ومن هالكلام السريع هذا، يعني اتخذ القرار كله ضد الصوت الواحد وفي الأخير طبق صوت الواحد، وهذا يعني أن كل الحوارات وكل اللجان حقيقة لا تعطي أكلها وبأنها لم تأتي بنية سليمة. هون النقطة الخطيرة التي تشعر بها الحركة الإسلامية. علينا أن نطمئن كل مكونات المجتمع إلى أننا نريد أن ننتقل إلى مرحلة أخرى. أين مكونات اللي قبل الحوار الوطني؟ شو هي اللجنة الوطنية والله نسيت شو أردن أولا أكثر من يعني كثيرة طلعنا مقررات، طلعنا مجلدات، وطلعنا بأشياء رائعة جدا. نعم. يعني وفي الأخير كلها وضعت على الرف. فهنا الحركة الإسلامية غير مطمئنة إلى كل هذه اللجان. على كل حال إحنا نعود إلى واقع الحريات. نعم. يعني حقيقة في عندنا نقاط خطيرة جدا في الحريات. يعني مثلا حينما اعتقل ثابت عساف في المرة الأولى من المدرج الروماني، كيف اعتقل؟ يعني جاء مجموعة من الأشخاص ملثمين ووضعوا يدهم على رقبه حتى قارب أنه ينخنق، وأخذوه وراحوا فيه. كنت أنا رئيس لجنة الحريات جبهة العمل الإسلامي، وكلت له محامي. 8 أيام ما عرفنا ثابت عساف وين. لم تكن هناك مذكرة اعتقال، لم يعرف مكان اعتقاله، لم يعرف أهله، ما كانوا قادرين يعرفوا وين هو. قبل تهمته أخي الكريم، أنت في عندك تيجي تعتقل أي واحد. أنا اعتقلت المخابرات من بيتي، قلت له لو سمحت مذكرة الاعتقال. قال لي تفضل. أعطاني مذكرة اعتقال ما عليها تهمة، أنه يجري اعتقال وتفتيش بيتك في كذا 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 إلى آخره، واعتقلت على هذا الأساس. هذا ثابت عساف لم يعتقل بهذه الطريقة. أنا اعتقلت سنة 99 وثابت عساف اعتقل سنة 2013، فتصور أنت الفرق بين السنوات، ومع ذلك إحنا تراجعنا إلى الخلف. فلم يعتقل، والمرة الأخيرة لم يعتقل بمذكرة اعتقال نفس الطريقة. فيعني أنا أقصد ثابت عساف كمثال يعني على الموضوع. فهذه نقاط معاني منها. أولا عدم وجود بعض مذكرات اعتقال في بعض الاعتقالات. مرات التفتيش التعسف في البيوت والدخول هذا مخالف. ما احنا هذا الذي نتكلم عنه في الحرية. نعم. قضائي. نعم. ثم لما انا ابعت له محامي، يقعد المحامي اسبوع كامل هو طارد من مغفر لمكان، ظننا انه في المخابرات، لانه بالعاده المخابرات لا تخبر عن مكان اعتقاله، وفجاه تبين انه عند الامن الوقائي بعد 7 ايام او يعني في عند الشرطه. فلماذا يحصل هذا؟ ومع اكثر من معتقل حصل هذا الكلام. طريقه الاعتقال لم تكن قانونيه، اسلوب القاء القبض على ثالثا واحد زي زكي بن رشيد يجي من قدام المركز العام والساعة 11 بالليل يعتقله بهذه الطريقة، وهو يعرف مكان سكنه ويعرف بيته ويعرف كله، أو أن توجه له يرجى. نعم. يطلب منك بلاش يرجى، يطلب منك مراجعة مدعي عام محكمة أمن الدولة لقضية كذا كذا. إذا ما راجع أنا بعتقله بهذه الطريقة. نعم. كل هذا الكلام الذي نتكلم عنه هي مخالفات قانونية. نحن لا نتكلم عن أشياء مثاليات نريدها أن تحصل، إنما نتكلم عن مخالفات قانونية حقيقة. ثم حتى أثناء التحقيق أحيانا لا يميز بين من يحتزي وبين من يحقق، ووردت شكاوى كثيرة جدا، وردت في المركز الوطني لحقوق الإنسان في مذكرات المركز الوطني لحقوق الإنسان بأنه مش عارف هو محقق ولا محتجز، هو اللي بيحقق مع الشرط اللي بحب يعني بحافظ عليه في هذا. ثم هناك في ظروف الاعتقال أصبح كمان بعض المشاكل وردت في المركز الوطني لحقوق الإنسان، يعني من ظروف برد في السجون، رطوبة، عدم معاملة سيئة حسنة إلى غير ذلك من الأمور، وتضييق في الزيارة، بعض الناس يحب جوازات سفرهم اللي يسمح لهم بالسفر. وكل هذه الأمور أخذت تراجع حاد جدا إلى ما قبل 89. لذلك إحنا الآن نتكلم في ملف الحريات حقيقة، ونطالب بأنه على الأقل نطبق الدستور والقوانين. يعني لا نريد أكثر من ذلك في هذه المرحلة. أنه أنا بدك تعتقلني ماشي، مذكرة اعتقال رسمية قانونية، بيجي محامي بيعرف أنا وين، بيرافقني بالتحقيق، بيرافقني بكذا بالحق القانوني. ثم أثناء وجودي بالسجن يجب أن يحفظ لي حقوق.
حقوق، وهذا الآن أصبحت حقوق دولية. دكتور شناق، إذن مباشرة مبررات السلطة، أتفق تماما مع أستاذ فقط جعبه. دعني نقف عند مبررات السلطة حتى تبدأ حملة اعتقالات لا تكاد تتوقف على السياسيين أيضا. هل من مبرر حقيقي؟ ما هو يعني إحنا منقول سياسيين، لكن مبررات السلطة أنا ما طلعت على ادعاء السلطة. إذن لماذا لا تدلي بدلوها من أجل أن تعي يعني أن يعلم حالي؟ أنا بقول إنه يعني بصراحة يعني اللي تفضلت فيه أستاذ الكريم، أنا أولاً بلتقي مع ما تفضل به الأستاذ جعفر. نعم. يجب أن لا يحبس أو يوقف إنسان وحتى توقيفه إلا بأمر قضائي. ويجب أن لا يعنف أي شخص أو يؤخذ منه التحقيق أو إفادة بإكراه أو بعنف جسدي أو غير ذلك، وهذا منصوص عليه في دستورنا الأردني. نعم. وفي قوانيننا أيضا. نعم. وأيضا يجب أن تصان الحياة الكريمة للسجين وهو إنسان، حتى لو سجن بأي عقوبة كانت وأخذ عقوبته. نعم. لكن حياته الكريمة يجب أن تصان بكل ما تفضل فيه الأستاذ جعفر، نحن كلنا متفقين على هذا الأمر. نعم. الأمر الثاني، أنا ما بقول إحنا دولة الملائكة أو حكومة الملائكة، في تجاوزات قد يكون من رجل أمن، من مسؤول، من وزير، من مواطن، من حزبي، من غير حزبي. نعم. وهل إذا كنت حزبي أنا ملائكية ملاك يعني؟ لا، المواطن يخطئ والحكومة تخطئ ورجل الأمن يخطئ، وأحيانا القضاء بدليل الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، قاضيان في النار واحد في الجنة، بمعنى أنه حتى مالت الأغلبية يعني الكفي راحت للقاضي الجائر. بالتالي أنا بقول أنه في أخطاء بدنا نصوبها ونتعاون على تصويبها حتى تبقى هذه الدولة محترمة أمام شعبها وأمام مواطنها، ويثق المواطن الأردني بكرامته مع هذه الدولة. هناك من ذهب إلى أبعد يثق من ذلك. أنا بقول أنه السياسي، نعم، ما طلعت يعني بصراحة متناهي زي اللي تفضل فيه الأخ المواطن الكريم ثابت عسار، أنا ما طلعت شو قول الحكومة في هذا الموضوع. طيب إذن تعليقك على لا أستطيع لا أن أكون هنا، نعم، ولا أكون هناك. تعليقك على من قال لأن الوقت يداهمنا الآن، نعم، إنه هذه الاعتقالات هي رسالة من أجل تصحيح ما خلفه الربيع العربي من مساحة حريات، ترغب الآن السلطة باسترجاع هذه المساحة. لا 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 لا، شوف أنا قبل أيام كنت على فضائية أيضا. نعم. الأردن منذ نشأته هو دولة إصلاحية طول التطوير والتحديث. نعم. وإلا بهذه الدولة بهذه الإمكانيات وبهذا الشعب العظيم، كيف احنا بنينا المستشفيات والجامعات والكهرباء والمياه والطرق وكل ما يمكن ان نتحدث به، واللي اصبح ملاذ لكل عربي، نعم، باحث عن امنه وعرضه وشرفه او باحث عن صحته او تعليم ابنه. نعم. لا، الاردن دوله اصلاحيه ما له علاقه بالنهج الموضوع بالربيع العربي. الاصلاح الدستوري اللي تم في الاردن، وبذكر الاستاذ جعفر، احنا مطالبنا قبل الربيع العربي كان انه نعود للدستور 52، لا تجاوزنا الدستور 52 بكثير، سواء بالمحكمه الدستوريه، بالهيئه المستقله، بتفاصيل عديده في البرلمان في 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 الدستور. انا بقول انه الان، لكن هذه دوله، واكبر المخاطر على الدوله الجمود. انا مع الفكر السياسي الاصلاحي التطوري التنويري الحداثي، نعم، لانه هذه دوله بدها تعيش بشعبها. ماذا تقصد بذلك؟ انا اقول انه هذه المرحله تتطلب الاتي: أن نقدر أن نبقى بوطننا، يعني في الإصلاح اللي، نعم، بتتفضل فيه الحركة الإسلامية أو، نعم، أي جهة أو مكون اجتماعي أو عائلي أو أيا كان، كيف نقدر هذه المخاطر على هذه الدولة بأن لا يكون له انعكاس على مسيرة الإصلاح. يعني ما نكون خايفين شو بيجري والله بسوريا وما بدناش نعمل إصلاح، لا، نعم، على الإصلاح أن يستمر. لكن أنا بقول آلية الإصلاح أن نبدأ بحوار على قاعدة الحوار، ومن الاختلافات نذهب إلى التوافقات، ونقبل الحد الأدنى مما هو لدى الدستوري بالحد الأدنى اللي هو الحركة الإسلامية على أن تستمر. أنا مسعاي شغلة واحدة بصراحة، أنا أرغب بالمرحلة القادمة أن نشارك في قانون انتخاب نتوافق عليه، اللعبة هناك يا سيدي. نعم. واللي أشاره الأستاذ جعفر أنا بقدره كثير. نعم. اللعبة في البرلمان. الدستور بنص أن الشعب الأردني هو في البرلمان قادر على التغيير والإصلاح وكل شيء. المؤسسة الدستورية، هل نتوافق قوى سياسية اجتماعية بما يرضي الجميع، نذهب إلى نظام انتخابي الكل يتمثل في مجلس النواب يعبر عن إرادة الشعب الحقيقية نحو إصلاح واستكمال مسيرة الإصلاح؟ هذا بدا حوار، بدا حوار وقاعدة على طاولة، تمام، بما يرضي العشائر ويرضي المنابت ويرضي الأصول ويرضي الأحزاب ويرضي المناطق ويرضي الكوتات، كيف الكل يكون راضي وكيف الكل يكون كاسب، لكن على هدف واحد، استمرار البناء في هذه الدولة. جميل. أستاذ جعفر حوراني، هل تذهب مع ما ذهب إليه الدكتور؟ يعني احنا نؤكد دائما على انه لابد من الحوار، نعم، ولابد من ان يكون عدم تفرد باتخاذ القرار من اي جهة مهما كانت، لكن لابد ان يكون القرار الأردني في محافظة على الأردن، في الإصلاح في الأردن، في التغيير في الأردن، في التوجه نحو المستقبل في الأردن، تمام، قرارا جماعيا لكل ما في المجتمع.
أحزاب ومنظمات مجتمع مدني وأشاعر وملك وحكومة ومخابرات ومجالس، كل هذا لابد أن يشترك، ولا يمكن أن يشترك إلا في جلسة حوار. وهذه الجلسة يجب أن تكون حقيقة جلسة بنية سليمة، وفي هناك ضمانات لتطبيق مخرجاتها، وليست مجرد تضييع وقت أو إيجاد مجلدات وأوراق توضع على الرف. هذه نقطة. هل تستطيع تذكر الضمانات في عجالة؟ أنا لا أستطيع أن أذكر، لكن هناك رأس للبلد يستطيع، يعني عليه إجماع. هل سمعت أحد في البلد طبيعة أي مكون مكونات طبيعة البلد؟ طبيعة تلك الضمانات، وأنت من شريحة واسعة يعني. من ولا أسهل منها الملك أن يجمع كل المكونات ويجلس معهم ويقول لهم أنا مؤكد على الإصلاح وعلى ضمانتي الشخصية وأنا مستعد أمشي في الموضوع. نعم. وبالتالي هنا تضغط كل الأجهزة الأخرى التي تتلاعب في هذه الأمور ويستطيع أن يوجه الأمور. الملك عليه إجماع، ما سمعنا حزب في الأردن يقول إحنا ناش الملك، ولا سمعنا حراك يقول ناش الملك. فبالتالي هو الضمانة الوحيدة التي تستطيع أن تجمع الناس. وعلى يعني أنا أتمنى على الملك حقيقة، وأنصح نصيحة المخلص أن يلتفت إلى الشأن الداخلي كما يلتفت إلى الشأن الخارجي، لأنه حقيقة لو الآن أي خطر تعرض له الأردن بالخارج وقام الجيش الأردني بالدفاع عن الأردن، لا يستطيع الجيش الأردني أن يدافع عن الأردن مهما كانت قوته وعظمته إذا كان خلفه مجتمع متماسك واقف خلفه، يعني مع النظام مع الجيش مع الحكم مع الكل حاطين ايديهم بين بعض. النقطة المهمة في الموضوع، الدكتور ذكر قال بأنه هناك بعض أخطاء فردية للدرك للأجهزة لكذا. إذا نحن كسياسيين لم نطالب ولم نشدد بالمطالبة على إصلاح هذه الأخطاء، فستأخذ الدائرة مثل دائرة الماء تتوسع. فبالتالي علينا حينما نرى خطأ، يعني لا نقول والله أردننا في خطر وأردننا تدمر، لا لا هذا ليس المقصود، لكن نقول الدرك أخطأ هنا في هذه المسيرة، الشرطي أخطأ هنا في كذا، رئيس الوزراء أخطأ هنا في هذه. وننتقد انتقاد المخلص لهذا الوطن من أجل أن ننتقل إلى المرحلة الثانية. ثم إخواننا نقطة ثانية، لابد من الالتزام بالقانون بالجميع. نعم. ما في أحد فوق القانون. نعم. يعني أنا كمواطن أطبق القانون. نعم. وزير ما يطبق، جهاز ما يطبق، لابد أن يطبق الجميع. وصلت. آخر نقطة. نعم. آخر نقطة. نعم. لو سمحت لي. نعم. أنا أطالب الملك. نعم. بإلغاء قانون الإرهاب، لأنه قانون احتقان في البلد وسيثير كثير من الناس، وحقيقة أنه لا يؤدي إلى لحمة ولا إلى وحدة وطنية. وصلت. ما كل ما تفضل فيه ثانية. كل ما تفضل فيه أستاذ جعفر ألتقي فيه تماما، وهو مبادرة إيجابية. نعم. وأتمنى أستاذ جعفر أن تقرأ الحركة الإسلامية وكل قوى سياسية الورقة النقاشية الخامسة، وهو ما ذهب إليه جلالة الملك، كيف تكون الورقة النقاشية الخامسة لمفهوم الملكية الدستورية هي محور الالتقاء مع جلالة الملك نحو استعادة ترتيب بيتنا الوطني الأردني، كلنا يدا واحدة وصفا واحدا في خدمة الوطن والدولة. ماذا ينقصنا بعد في مجال الحريات؟ أنا أتمنى على الحكومة أن تكون حصيفة. نعم. وحكيمة، وأن تأخذ باللين ولا تأخذ بالشدة، لأنه هذا الشعب نبيل. وصلت. وأتمنى مسألة الأخ زكي، علما أن أمام القضاء ولا يمكن أن تقال. نعم. أتمنى أن يجد لها حلا بما يخفف الاحتقان. شكرا جزيلا. أستاذ جعفر، جعفر الحوراني، ماذا ينقصنا في ملف الحريات بعد في عجالة سريعة جدا بـ20 ثانية؟ ينقصنا أن نلتزم جميعا بتطبيق القانون. نعم. وأن لا تكون هناك ردات أفعال، وأن لا ننتقم لأنفسنا، وأن لا نتعسف في استخدام السلطة بأي حال من الأحوال مهما كانت السلطة التي أملكها أنا أو غيري، ألا نتعسف بها، وكلنا يجب أن نكون أمام القانون سواء، وأن نعلم أننا في عصر صعب وفي أيام صعبة. وبالتالي علينا أن نتنازل قليلا وأن نتحمل بعضنا البعض. تمام. وألا نحاسب على هفوات أو كلمات أو حرية رأي ضمنها الدستور وضمنها الأردن ومنها الاتفاقيات الدولية. شكرا. وأنتم مشاهدينا أيضا جاء يعني إلى هنا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج حوار الاثنين، وأترك لكم العبارة القائلة: إن لم يكن التمرد والحرية الجنة بعينها فهما الطريق إليها، وأنتم الحكم ولكم الخيار. أشكر ضيفي الكريمين في هذه الليلة الذين كانوا معي بالاستوديو، أمين عام الحزب الوطني الدستوري الدكتور أحمد شرناق، شكرا جزيلا لك. العافية. شكرا. وأيضا أشكر النائب الأسبق والناشط السياسي الأستاذ جعفر الحوراني، شكرا جزيلا أستاذ جعفر. وأنتم مشاهدينا أستودعكم الله. الله يعافيك.